بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله عين ميم عين. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: ما حكم لف الشعر من الخلف على شكل دائرة؟ هل هذا معنا كأسلمة البخت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل شعر الرأس جمالا للمرأة، تغذيه وتعتني به وتصلحه بما يناسب، ولكن إذا عملت به على شكل فيه تشبه بالكافرات أو عملت فيه ما يخالف السنة فإنها تنهى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون نساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وذلك بأنهن يجمعن الشعر ويجعلنه فوق رؤوسهن بحيث يظهر للرائي كأن لها رأسين، الرأس المخلوق المعتاد ورأس آخر أو حجم آخر من الشعر يضاهي حجم الرأس، فيكون كأن لها رأسين كسنامي البعير البخاتي. فهذا الشكل من ما يعمله النساء في شعور رؤوسهن ممنوع ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، للوعيد عليه بهذا الوعيد الشديد، لأن ضابط الكبيرة كما قرر المحققون من أهل العلم ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا، وهذا العمل من هذا النوع. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل في شعورهن وفي أمورهن عامة، وأن يتقيدن بالآداب الإسلامية ويحافظن على الكرامة والحشمة والبعد عن ما يجلب الفتنة أو يخالف آداب الشريعة أو يكون فيه تشبه بنساء الكفار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم قص الشعر من الأمام، هل يجوز أو لا؟ كذلك قص الشعر هذا فيه إهدار له وإهدار لجمالها، وشعرها خلقه الله جمالا لها، فإن الله جمل النساء بالذوائد كما جمل الرجال باللحاء، كما جاء في الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فتحافظ عليه ولا تقصه لا من الأمام ولا من الخلف، وإنما تحافظ عليه وتصلحه وتعتني به على موجب الآداب الشرعية في نساء المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لبس الكم القصير عند الأخ أو الأب، حيث أن الكم لا يصل إلى المرفق؟ لا ينبغي هذا لما فيه من الفتنة، ولا تبدي عند أبيها أو عند محارمها من الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه من أجل الحاجة، مثل الكفين والرأس والوجه والقدمين، هذه أمور جرت العادة بكشفها عند الرجال المحارم من أجل الحاجة. أما كشف الذراع أو كشف الساق أو الصدر فهذا لا يجوز، أو يكون ممنوعا لما فيه من الفتنة ولعدم الحاجة إلى كشفه. نعم. ما حكم تمشيط الشعر بحيث يكون في جهة واحدة من الرأس؟ هل هذا داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات؟ نعم، فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بأن المراد بمائلات مميلات المشطه الميلة، أي المشطه المائلة في جانب الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع الشيماء رمضان من سوريا بعثت تسأل وتقول: إنني أقطع صلاتي وهذا يزعجني دائما، والله يشهد
أشهد أنني أحب صلاتي وأحب أن أواصلها وأن لا أقطعها، فبماذا ترشدونني؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز قطع الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يجوز قطع الصلاة إلا إذا حصل مبطل للصلاة كانتقاض الوضوء، أو حصل أمر ضروري يقتضي قطع الصلاة كإنجاء شخص من هلكة، كأن يرى شخصا يريد أن يقع في نار أو في ماء يغرقه، فإنه يقطع الصلاة لأجل إنقاذه، أو أعمى يخشى عليه أن يسقط في بئر أو في حفرة يتداركه من الهلاك، فهذه حالة ضرورة تقطع من أجلها الصلاة، أما في غير ذلك فلا يجوز قطع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا كانت تقصد من قطع الصلاة أنها تصلي مرة وتقف عن الصلاة مرة أخرى، إذا كان المقصود أنها تصلي بعض الفروض وتترك البعض الآخر، فهذا يكون كترك الجميع، لأن من ترك صلاة واحدة هو كمن ترك جميع الصلوات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله اليوم والليلة. الواجب المحافظة على جميع الصلوات، ولا يجوز صلاة بعض الصلوات وترك بعضها، أو إذا حضر مع ناس يصلون صلى وإذا غاب عنهم ترك الصلاة، فهذا مثل من ترك جميع الصلوات، وترك الصلوات متعمدا كفر لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. والأحاديث والآيات في كفر تارك الصلاة متعمدا كثيرة، فعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظوا على صلواتهم كلها، صلوات الخمس في مواقيتها، وأن لا يتساهلوا في بعضها أو يتركوا بعضها ويصلوا بعضها، أو يصلون في وقت ويتركون في أوقات، كالذين يصلون في شهر رمضان فقط، أو يصلون الجمعة إلى الجمعة فقط. هؤلاء ليسوا على شيء من دينهم والعياذ بالله، حتى يحافظوا على صلواتهم ويداوموا عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تطلب من فضيلتكم شيخ صالح التوجيه والإرشاد، كيف تكون محافظة على صلواتها ولا تصلي فرضا وتترك فرضا آخر؟ تكون محافظة على صلواتها إذا اهتمت بها واعتنت بها وأدت كل صلاة في وقتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى بطمأنينة وأداء لأركانها وواجباتها وتحقيق لشروطها، تكون مقيمة للصلاة بهذه الصفة. إذا حافظت على صلواتها واهتمت بشروط الصلاة وحققتها واهتمت بأركان الصلاة وواجباتها وأدت كل صلاة في وقتها، تكون من المحافظين على الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن كيفية العيش في الجنة، وهل يوجد هناك أعمال كما في الدنيا، وما الفرق بين الدنيا والآخرة كما تسأل؟ جزاكم الله خيرا. هناك فروق بين الدنيا والآخرة، بل لا مقاربة بينهما. والعيش في الجنة عيش دائم وعيش آمن وعيش لذيذ وعيش طيب، لا مكدر فيه ولا منغص، ولا موت ولا مرض ولا هرم ولا هموم ولا أحزان ولا انقطاع لنعيمها وملذاتها. فعيش الجنة لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والعيش في الجنة عيش عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله وصف لنا الجنة ووصف لنا ما فيها أو بعضا مما فيها ليرغبنا فيها وليشوقنا إليها، كما أنه وصف لنا النار وما فيها من العذاب والنكال ليحذرنا منها، وما لم يذكره لنا أشد وأنكى. فالعيش في الجنة والدار الآخرة لا مناسبة بينه وبين الدنيا، بل الفوارق كثيرة وعظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن
أرسلنا إليكم رسالة من المستمع عبد الحق صالح يسأل جمعا من الأسئلة، أولها عن عدد ركعات التراويح، أهي 8 ركعات أم 20 ركعة؟ وهل يجوز أن يصلي الوتر 3 ركعات متواصلة دون تشهد في الركعة الثانية؟ أما عدد صلاة التراويح، عدد ركعات التراويح، فهذا لم يثبت فيه حد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حث أمته على الاجتهاد في شهر رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عددا من الركعات، فيبقى الأمر مفتوحا أمام المسلم، يصلي ما تيسر، وكل ما أكثر من الصلاة فإنه أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر بن الخطاب لما جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب وتميم الداري، فكان يصليان بالناس 23 ركعة، 20 ركعة تراويح وثلاث وتر، وكان هذا من عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وكذلك علي بن أبي طالب أمر الإمام أن يصلي تراويح 20 ركعة، فهذا عمل الصحابة في محضر المهاجرين والأنصار وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ومن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 11 أو 13 فله ذلك، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من يطيقها؟ لا يطيقها أكثر الناس ولا أقوى الناس. قد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بحيث يقرأ في الركعة الواحدة كما ثبت في حديث حذيفة بن يمان سورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يسجد سجودا طويلا نحو من ركوعه، وكان يقف عند كل آية فيسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب، وكان يقرأ مترسلا مرتلا عليه الصلاة والسلام. ومن يطيق مثل هذه الصلاة؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم خففوا الصلاة وزادوا في العدد، فصلوا 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عملوا بالسعة ولله الحمد، وأكثروا من الركعات لأنهم يخففون الصلاة، لم يكونوا يصلونها كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي ذكرناها، لأن ذلك يشق على الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذي الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه وكان يصلي منفردا فيطول في صلاته، أما إذا أما الناس عليه الصلاة والسلام فإنه كان يراعي أحوال المأمومين، حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من يقولون إنه لا يجوز الزيادة على 11 أو 13 في رمضان فإنهم غالطون، بل تجوز الزيادة، وقد زاد عمر، وقد زاد أبي بن كعب، وقد زاد تميم الداري، وقد زاد علي بن أبي طالب، وحصل هذا بمحضر المهاجرين والأنصار فلم ينكروه. الأمر واسع ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن زوجته تتعب كثيرا في الحمل وتصاب بأمراض كثيرة، وحينئذ قررت أن توقف الإنجاب حتى تصطح، هل يجوز لها ذلك أو كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تقرير أطباء. إذا قرر الأطباء أن الحمل يضرها أو يخشى عليها من المرض بسبب الحمل، فلا بأس أن تعمل ما يمنع الإنجاب وما يمنع الحمل، ويكون ذلك بموافقة زوجها أيضا لأن له الحق في الإنجاب. فإذا قرر الأطباء أنها لا تستطيع الحمل صحيا وجسميا، ووافق زوجها على منع الحمل من أجل حالتها الصحية أو تأخير الحمل إلى وقت آخر، فلا بأس بذلك. أما أنها تمنع الحمل بدون سبب شرعي وبدون
بدون تقرير أطباء موثوقين وبدون سؤال أهل العلم، فهذا أمر لا يجوز، لأن الحمل مطلوب وذلك لتكثير الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم، كاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنه أفطر في رمضان عامدا متعمدا وندم على ذلك أشد الندم، ويسأل الآن عن الحكم، جزاكم الله خيرا. عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء ما أفطر من رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، إن كان هذا الإفطار في رمضان سابق على رمضان الحالي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: التحقت بعمل وأجبرني ذلك العمل على الإفطار في رمضان، وكانوا يقدمون لنا وجبة الفطور والغداء والعشاء، ولم يكونوا يقدموا وجبة السحور والفطور، مما اضطرني للإفطار، إذ جربت الصيام فلم أستطع الجمع بين الصيام والعمل، وعملي ذلكم ضروري بالنسبة لي، كيف توجهونني الآن وقد افطرت شهرا كاملا إلا يوما واحدا، جزاكم الله خيرا. أولا، الإفطار من أجل العمل لا يجوز، وليس هو من الأعذار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للإفطار، فإن الله إنما رخص للمسافر، ورخص للمريض، ورخص للحائض والنفساء في الإفطار، ورخص للشيخ الهرم أو المريض المرض المزمن، هؤلاء هم الذين رخص الله لهم في الإفطار، وأمرهم بالقضاء من أيام أخر إذا كانوا يستطيعون القضاء، أو أن يفدوا إذا كانوا لا يستطيعون القضاء كالشيخ الهرم والمريض مرضا مزمنا. وأما العمل فليس عذرا في الإفطار، وما زال المسلمون يعملون منذ أن فرض الله الصيام إلى الآن ولم يكونوا يفطرون، ولكن العمل يمكن تكييفه مع الصيام، يعني يكون العمل في الليل أو يكون في أول النهار وقت النشاط والبرودة، ويرتاحون في وقت الحر، أو يؤجل العمل إلى ما بعد رمضان. أما أنه يفطر من أجل العمل فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم، وليس هو من الأعذار المذكورة في الكتاب والسنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تقول: إن لها طفلين، وإذا صلت بدأ الأطفال يعبثون، وربما يمر أحدهم من أمامها وهكذا وهكذا، كما هي حركات الأطفال المعروفة، هل يؤثر ذلك على صلاتها أم كيف توجهونها، جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يؤثر على صيامها والحمد لله، على صلاتها والحمد لله. والأطفال جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهما طفلان صغيران، فكان يركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وكان يطيل السجود من أجلهما رفقا بهما، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب، يحملها معه إذا قام في الصلاة ويصلي وهو حامل لها، كل هذا يدل على أنه لا بأس بأن تصلي المرأة أو يصلي الرجل والأطفال من حوله، أو يحمل أحدا منهم أو يركبون على ظهره، هذا لا يؤثر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في نقاش حاد بينها وبين زوجها، لطم زوجها وجه نفسه بكفيه، وتقول إن هذا العمل آلمها كثيرا، وتسأل عن الحكم الشرعي، جزاكم الله خيرا. لا ندري ما السبب، إذا كان السبب الجزع عند المصيبة هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية عند المصائب، وأمر بالصبر والاحتساب، فإذا كان فعل هذا جزعا على مصيبة فإنه لا يجوز. وكذلك إذا ضرب وجهه من باب الغضب والانتقام من نفسه فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، عن ضرب وجوه الناس ووجوه البهائم، كيف بوجهه هو، نهى عن ضرب الوجه وعن تعرض للوجه بشيء مما يؤثر فيه، لأنه مجمع الحواس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وجوه الناس ووجهه من باب أولى. أما إذا كان فعل هذا من باب الخطأ فلا بأس بذلك ولا إثم عليه، لكن لا يعود لمثلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة البحرين أخت لنا من هناك، تقول: أم خالد، تقول عن نفسها: إنني فتاة في بداية طريق الهداية والاستقامة، وأود أن أعرف منكم ما هي الكتب المفيدة التي تنصحونني بقراءتها، وكذلك الأشرطة التي تنصحونني بالاستماع إليها، جزاكم الله خيرا. في مقدمة الكتب، وأعظم
أعظمها على الإطلاق كتاب الله عز وجل، تكثر من تلاوته وتدبره وقراءة تفسيره كتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله أو البغوي، وكذلك تكثر من قراءة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب، كذلك بلوغ المرام لأحاديث الأحكام، وكذلك الكتاب الجامع المفيد وهو رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، كل هذه كتب مفيدة ونافعة بإذن الله. وكتب العقائد أيضا مثل كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب كشف الشبهات للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد شرحه فتح المجيد أو أحد شروحه المفيدة، كل هذه الكتب مفيدة ونافعة بإذن الله عز وجل. وأما الأشرطة فعليها أن تقتني الأشرطة للعلماء المعروفين التي يستفاد منها ويستفاد من كلامهم، العلماء المعروفون بالعلم والمعروفون بالتمسك بالكتاب والسنة، وهي كثيرة ولله الحمد ومشهورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: سمعت أن من يقرأ سورة الملك كل ليلة لا يعذب عذاب القبر، فهل لي أن أقرأها في فترة العادة ضمن الأوراد التي هي في كتاب مستقل، أم لا بد أن أقرأها عن ظهر قلب؟ سورة الملك ورد أن رجلا قرأها وقاه الله من عذاب القبر، وهي سورة من 30 آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قراءتها في كل ليلة فلا أعلم دليلا على ذلك. والحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، الحائض والجنب لا يقرأان شيئا من القرآن حتى يغتسل من الحدث الأكبر، ولكن عليها بقراءة الأوراد. وإذا قرأت شيئا من الآيات أو بعض الآيات على أنه دعاء لا على أنه تلاوة قرآن من باب الدعاء فلا بس أن تدعو بما يوافق القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.